باب الزوار بالعاصمة أمس الأحد وقفة رمزية بمناسبة عيد الاستقلال ترحما على أرواح الشهداء، كما تم توزيع رايات الوطنية على المواطنين بالإضافة إلى الكمامات كوقاية من فيروس كورونا. التغطية كانت لي زميل مراد بوح. تخليدا لهذه 5 جويلة تقوم بلدية باب زوار بوقفة ترحما على شهدائنا الأبرار تحت تعليمات السيد الوالي ولاية الجزائر. تقوم بلدية باب زوار تحت إشراف السيد الوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء بتوزيع الكمامات في الفضاءات والأسواق حفاظا على صحة المواطن.